تجران دار الملعب بنجامين مكابا ناسيونال ستاديوم بدار السلم بطنزانيا لاستضافة الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الافريقي بين فريق الصين بالمستضيف مباراة اليوم ونضج بركين المغربي الضيف اليوم في الجولة الرابعة. اليوم الكل يريد مشاهدة المباراة، اذا ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك في القناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى الاخير لكي تعرف كيف تجد المباراة القوية اليوم. سوف تلعب مباراة اليوم في يوم الساعة الثانية بتوقيت المغرب والساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، وسوف تنقل وتذاع هذه المباراة على قناة بين سبورت 4 الناقل الحصري لهذه المباراة. تجدون البث للمباراة في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا أن تشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة. من سوف يفوز هل فريق الصين بالمستضيف مباراة اليوم أو فريق نضج بركين المغربي الضيف اليوم؟ ونتمنى الحظ بالفعل لفريق نضج بركين المغربي للفوز في هذه المباراة والحصول على النقطة الثلاثة الغالية في هذه المواجهة القوية والصعبة.